فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بأن الحق مقصور في المذاهب الأربعة بمعنى أنه لا يجوز الخروج عنها؟ ما قال هذا أحد إن الحق مقصور على المذاهب الأربعة، ما قاله أحد أبدا، لكن اضطروا إلى الانضواء تحت المذاهب الأربعة لما قل العلم وقل العلماء، أين يذهبون؟ لابد من الانضواء تحت المذاهب الأربعة، لكن من غير تعصب. نعم.